وصل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية إلى جمهورية الهند الصديقة، وذلك لترأس وفد مملكة البحرين إلى الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة والذي سيعقد غدا الأربعاء. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله سعادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الخليج وسعادة السفير عبد الرحمن بن محمد القعود سفير مملكة البحرين في نيودلهي، وسعادة السيد بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وكبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.